نفسي ما رد انا هلا في عباره يعني هاي نتناقلها مرتين او ثلاث مرات خلال السنه وانا بحس انها يعني بتؤدي لكساد اقتصادي، بتؤدي الى تباطؤ في عجله العمل بشكل عام، كسل، حاله من يعني الاهمال اللي بتكون واضحه بمختلف مراحل العام. امتى؟ بعد العيد. يعني بنكون عارفين انه شهر رمضان رح يبدا مثلا بواحد ستة، من نص خمسة خلص احنا مجهز حالنا لرمضان، بدينا الصيام. ليش يا حبيبي؟ لسه ضايل 10 ايام ممكن كتير تنجز فيهم. شهر رمضان الصيام خلينا بدناش نحكي عنه. اخر اسبوع من شهر رمضان في كتير شغل لازم ينعمل وما تغير عليك شيء، انت اوريدي كنت صايم وعم بتداوم ما شاء الله عليك وان شاء الله صيامك دائما بيكون مقبول. بعد العيد بيجي عطلة عيد الفطر، منداوم اسبوع، ما احنا هلا داومنا، يعني بتصفي قصة مثلا عيد الفطر بياخد شهرين لا انتاجية، وعيد الاضحى نفس الاشي، طبعا بالكريسماس الكل صار يحتفل الحمد لله، بس برضه بعد العيد بعد راس السنة مش معقول هلا احنا ب 21/12 يا زلمة خليها لأول السنة، أول السنة طبعا شهر واحد تعبانين مش طايقين نشتغل، هاي الأمور أنا بحس إنه عبارات احنا بنحكيها بعد العيد بعد العيد بعد العيد، بس لازم نحاول نغيرها لأنه يعني أنا من جماعة لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، وبحس إنه الأشخاص الناجحين بحياتهم بيحاولوا يستغلوا الأيام، يعني ما بيضيعوا أي يوم أو أي دقيقة، بس من مبدأ إنه خلاص دخلنا بأجواء العيد. أنا معك مليون بالمية رهوف، وهذا اللي حكته رهف يندرج تحت ثقافة الخاوة اللي هي إنه الحصول على شيء دون جهد، إنه أنا بدي أنجح بالتوجيه خاوة بدون ما أدرس. حتى الخاوة انتقلت إلى المشاعر، بحبها وبدي أتجوزها خاوة. طب كيف؟ أنا بكره هاي الكلمة جدا بكرهها. شو يعني؟ يعني شو يعني غصبا عن فلان بدك تتجوز بنته؟ كيف يعني؟ كيف الموضوع خرط مشطك؟ كيف زبطت معاك القصة؟ فالخاوة أنا بقول هي ثقافة هدامة، يعني هي ثقافة هي تهدم مش ثقافة تبني. فما فيش إشي اسمه خاوة، يعني كل شخص في إشي اسمه حرية البني آدم، حرية الإنسان وهو أغلى ما نملك في هذا البلد. ما في إشي اسمه خاوة. في إشي اسمه خاوة؟ ما في إشي اسمه خاوة. يلا. يعني عليك شو عندك كمان كلمات؟ في عندي كلمة إيهاب دويك هلأ رح ينبسط على هذا الخبر اللي رح أحكيه. في كلمة أنا ما كنت أحبها وبحسها يعني إن دلت على شيء تدل على اللامبالاة، بهمش. كل شيء بهمش. بهمش. ولد حرارته 40 بهمش. ولد درس بالمدرسة بهمش. ولكن بعرفش ليه داخلي أنا اليوم كتير وطنية. كتبت بهمش على جوجل. أول إشي بطلع لك رهف بس تكتبي بهمش، إنه هاي الكلمة صارت هاشتاج وتوينت فايرل على معظم مواقع التواصل الاجتماعي. بهمش مين حكاها؟ حكاها عجوز فلسطيني اسمه زياد أبو هليل. هذا العجوز تدخل لمنع الإسرائيليين من إطلاق النار على الشبان المتظاهرين في الخليل. فأحد الجنود قال له طب ما هم عم برموا علينا حجارة. قال له بهمش خليهم يضربوا. يا الله، فانتشرت كلمة بهمش. فانتشرت كلمة بهمش انتشار كبير جدا. فبهمش ما منحبها إلا في قالب واحد، أبو هليل. بس بقالب أبو هليل 100%. هلا لما قلتي بهمش نادي ذكرتيني بعبارة كمان إحنا بنحكيها كتير، وجلالة سيدنا مرة تحدث عنها بإسهاب وانشهرت هاي العبارة، لأنه هي مش كلمة، هي تدل على ثقافة. طبعا بدنا مثلا نعمر ناخد ترخيص مثلا لعمر، طب مثلا ننزل على العقب. شوب. في ثقافة الإحباط. في ثقافة إحباط بيكون طبعاً. الواحد جاي عنده مثلا فكرة مشروع، وأنا هون بدي أقول لأصحاب القرار، إذا كنت مدير دائرة أو مسؤول عن موظف، لو كنت مسؤول عن موظف واحد بس، إذا إجا هذا الشخص مليان شغف ومليان تألق ومليان هيك حب وضوء هذا من الداخل وعم بيحكي لك عن فكرة، ما تقمعه، لأنه أنت مش بس عم ترفض فكرته، أنت عم ترفض أو عم تمنعه يفكر. يعني أنا إذا إجيت عندي فكرة حلوة ورحت حكيتها لمديري وقال لي فكرة تافهة، يمكن إذا كنت كتير مثابرة أفكر كمان مرة. طبعاً. بس ممكن تحبطني وما أرجع أفكر مدى حياتي، أعتقد أنها غبية وأفكاري كلها غبية. الله فهاي عليكي. كتير نقطة حساسة، حرام، لأنه الشباب بحاجة لدعم معنوي. أقول لك إذا إجاك موظف
بلاش موظف، شخص مقدم على عمل ومبسوط على سيرته الذاتية، حتى لو ما عندك شواغر وحتى لو مش قادر توصفه، أعطيه أمل عشان هذا الولد أو هاي البنت ما يصفوا عم بيطلعوا بعمر 22 سنة محبطين كرهانين البلد، حاسين إنه ما عندهم فرصة، بيحلموا بحلم الغربة اللي قد يكون يعني حلم لا يستحق. في كتير ناس عم تتغرب يا جماعة على مبالغ بسيطة بس لأنه مش قادر يلاقي فرصة جيدة. فما تحبطوا الشباب بعبارات يمكن إحنا منستهونها ومنستخف بمعناها، يعني لا هاي القاطعة أو أنت شو فهمك، هاي فعليا هي ثقافة هدامة، هي ممكن تخلي أحلام الشباب يعني في انحدار. واستكمالا كمان لفلسفة جلالته، وهي في عبارة إحنا بنحكيها كتير كأردنيين، أنت مش عارف حالك مع مين بتحكي، حكاها جلالة الملك عبد الله الثاني بالبند العريض، قال لا أحد فوق القانون ولا يمكن الاستقواء عليه بغض النظر من هو أو من هي. 100% ما في حدا يقول لك أنا إجتني أوامر من فوق. إذا سيدنا بقول لك ما في شيء اسمه فوق، ففيش شيء اسمه فوق، كلنا سواسية. 100% في جملة كمان هاي لازم نحكي عنها، يمكن حكينا عنها كتير بصحصح بس يعني مش غلط نذكركم فيها. أنا ابني لازم يكون دكتور، أنا ابني لازم يصير مهندس، أنا محامي فابني محامي. أنا بشوف أنه طريق المحاماة ممكن توصله لمنصب مهم، والولد بتكون ميوله فنية، بتكون ميوله فندقية، بتكون ميوله حتى مهنية ما لها علاقة بالدراسة بشكل عام. فثقافة لازم ابني يصير دكتور مليان دكاترة، يعني حتى صار يعني حتى صعب أنك أنت اسمك يلمع في عالم الطب الأردني لأنه قد ما في دكاترة وأطباء. موضوع الهندسة إذا عنده ميول هندسية تمام، عنده ميول يعني كيف أنت مثلا بتقرر تفرض على ابنك أنه يدرس محاماة وهو ما بيحب يحكي؟ طب ما المحامي أساس هالكلام والنباهة وسرعة البديهة. في ناس عندهم ميزات تانية بتخليهم يبدعوا بأعمال تانية، فأنت ما تخلي أو ما تولد هذا الولد وتعبي براسه وتضلك تحكي، لأنه هو بينشأ ببيئة بصير يعتقد أنه بالفعل أنا لا أصلح إلا أن أكون طبيب، مع أنه ممكن تكون ميوله كتير مختلفة. وأنا مش بقول دائما إذا الإنسان كان عم يشتغل شغل بيحبه بيكون أكثر إنتاجية وبيكون أكثر سعادة، وبيكون كمان ما عم بيحسب، يعني ما عم بيفكر صارت الساعة 5 يلا بدي أبصم وأروح. الناس يعني إحنا مثلا بالإعلام، لأنه الناس اللي بتشتغل بالإعلام بتشتغل بشغف وبتشتغل بناء على اختيارها الخاص، بتلاقيهم ما بيلتزموا لا بساعات عمل. احنا مرات نقعد نشتغل العشرة بالليل، ومرات بنشتغل الساعة 7 الصبح، مرات بنشتغل يوم جمعة، مرات بنشتغل يوم سبت، لأن منحب عملنا. فما بنكون قاعدين نعد والله 6 ساعات ولا 8 ساعات بدي أخلصهم وأخذ إجازة وما إلى ذلك. فموضوع لازم ابني يطلع دكتور، لازم بنتي تصير دكتورة، أنا بقول بأنه يعني ولا ولازم أنه يبعد شوي عن ثقافتنا. أنا معاكي 100%، إحنا للأسف بدنا نحقق أحلامنا من خلال أبنائنا، فيا منفرض عليهم وجهات نظر، منفرض عليهم مين يتجوزوا، منفرض عليهم تخصص معين، منفرض عليهم شغل معين، أو نهمش آرائهم في مجالس الكبار من باب شو فهمك ما أنت صغير. إنه أنا بفهم أكثر من ابني، أنا عمري 60 سنة هو لسه قديش عمره 20. بدي أقولكم شغلة، هلأ الخبرة مهمة والسنين بتعلم، ولكن الزمن مختلف، حتى الأطفال الرضع تبعون اليوم مختلفين عن اللي كانوا من 20 سنة، لأنه الحياة تغيرت وتعاملنا مع الأشياء والتفاصيل اللي حوالينا تغيرت. فبالتالي أنت إذا بدك ابنك يكون زلمة قد حاله، خليه يتعلم من كيسه، خليه يكون مسؤول عن خياراته وعن قراراته، وإفلت إيده خليه يقطع الشارع لحاله، وصدقني ما رح يندعس. معلش بس رهوفة بدك تسمحي لي بشغلة وتعلقي عليها. يلا ثقافة الله يرحم. بموت منها. هداك اليوم قلنا لكم بأنه الغرب مش عباقرة وإحنا أغبياء، الفرق بيننا وبينهم أنه هم بيساعدوا الفاشل حتى ينجح، إحنا منحارب الناجح حتى يفشل. يعني كتير سمعت عن أردنيين وصلوا إلى العالمية، بقول لك فلان كان يجي داين منا الربع ليرة وما يقدر يسدها، وهداك اليوم قال بسمع نكتة، الله يرحم جدك اللي مات بالغربة لأنه ما عرف يحكي هنجري. أعلي بليز بليز، لأنه أنا هاي الثقافة بتذبحني. شوفوا كتير 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 أفضل أنه أنت شخص يكونوا أهلك ما أعطوك إشي وما قدموا لك ولا إشي، والدنيا كانت كتير صعبة معك. هلأ إحنا بنعرف بأنه الدنيا بتكون أسهل وأسلس مع أشخاص تانين، صح؟ وهذا ما يسمى بالحظ. صح. واحد حظه حلو، فلاني حظها حلو. كتير أنا بحترم الأشخاص اللي عن جد الدنيا بتكون صعبة عليهم، أهلهم بيكونوا صعبين أو وضع أهلهم صعب، فما بيقدروا يقدموا لهذا الشخص فرصة،
ولكن هو بدراعه بيطلع من القاع. العبارة اللي بيستعملوها باللغة الإنجليزية from zero to hero، يعني من الصفر إلى البطولة. مش عيب أنت من وين بديت، العيب أكتر والأسوأ لما الدنيا تكون سهلة معك وسلسة وأهلك معطينك كل إشي وأنت تطلع فاشل، تطلع تتعاطى مخدرات، تطلع بني آدم اسمحوا لي فيها ما عمرك اشتغلت، ما عمرك حصلت على راتب، بس شاطر تغير سيارات وتشحت بهالشوارع وتضحك على بنات الناس. وانت ليش؟ انت ابن عز وابن زوات. حلو كتير انه انت الدنيا تكون سلسة معك، بس حلو انك تطور. يعني انا ما بحترم شخص مثلا ورث ورثة كبيرة وعادي قاعد او يتفاخر بورثته، طب انت ما تعبت فيها، ماشي حظك حلو معك مصاري امورك مرتاحة، بس انا كتير بحترم شخص تاني تعب بالقرش، تعب انه يعني في كتير أمثلة على أشخاص بنوا إمبراطورية وهم بالفعل ما حدا أعطاهم فرصة وما حدا ساعدهم بتعريفه. عيب جدا لما تشوفوا شخص ناجح على قد تقوله الله يرحم كيف كان. طلع على حالك أنت، طيب يلي كنت وتصورت شو صرت اليوم؟ لساتك يا مكانك سر أو راجع للخلف. الله عليك. لأن الناس اللي بيحكوا الله يرحم جدهم بيكون هو متضايق، هو غيران، ليش نادية هيك عملت طبعاً. كيف هيك صار؟ وهو لأنه يا إما واقف محله أو راجع لورا. وأنا رهوفة بدي أقولك شغلة كمان مهمة لسه الأسوأ من الله يرحم جدك، طول عمرك فلاح. الفلاحة يا جماعة هي أسمى مهنة عرفها التاريخ، والفلاح هو شخص كل نقطة عرق تسيل من جبينه يجب أن نقدرها طبعاً. أعلى تقدير، لأنه الفلاح هو اللي بيطعمينا، بدونه منموت من الجوع. فطول عمرك فلاح في 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 معناها السلبي، هي جملة تدل على تخلف لا تدل على حضارة. بعدين في شغلة مهمة، يعني هاي معلومة تاريخية وحقيقية. الكلام اللي قالته نادية كتير حلو، بس احنا يا جماعة كلياتنا يا بدو يا فلاحين. فيعني فلاح هي يعني كلنا يا بدو يا فلاحين، بعيدا حتى عن المعنى الوجداني. احنا كلنا فلاحين او بدو، خلصنا. هلا صار معنا شويه مصاري سكننا بعمان، هذا لا يعني انه بطلنا فلاحين. تحيه للفلاح طبعا، كل الاحترام. يعني احنا هدفنا اليوم من هاي الحلقه نخليكم تفكروا شوي، واحنا نفكر بصوت عالي ببعض الكلام اللي احنا بنحكيه، اللي للاسف يصبح جزء من موروثنا، جزء من ثقافتنا، جزء من افكارنا، جزء حتى من الرسائل اللي نوصلها لاولادنا. ف ثقافة الإحباط بلا منها، تكسير الجنحان، أنا يعني ما بحب هاي الثقافة أبداً. وكمان كسر الخواطر، يعني المفروض إحنا كتير نكون إنسانيين أكتر. المفروض في ظل الظروف هاي الإنسان يصير أقرب لأخوه الإنسان، مش يبعد عنه، مش يصير هو والدنيا عليه. فإن شاء الله تكون حلقتنا لليوم هيك نالت إعجابكم. أنا صراحة بدي أشكر نادية لأنه هي اللي اقترحت هذا الموضوع. حبيبتي رهوفة، ويعني فعليا الحلقة اليوم كانت أعمق مما تخيلنا. أنا بس بنهاية الموضوع لليوم بدي أحكي عن شغلة، بدل ما تقول بدي أقلبها دندرة وبدي أقلب عليها واطيها، يعني أنه أنت ستعيث في الأرض فسادا وتخريبا، قول بدي أبني، قول بدي أنجح، وقول بدي أحلم. صح 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 ص